بالنسبة لهاد الدورة هادي غادي نبداو شي موديلات جداد. دونك اختاريت نبدا بجيوديناميك انترن اللي اعتمدت فيها، درت لها واحد بشيغيزمي اللي اعتمدت فيها على داكشي اللي كتحط بزاف في لي زيكزام و تيديات بزاف. دونك هادشي ما كيعنيش انك ما تركزش على، ما تحضرش الكور ديالك وما تبقاش تفهمها الاستاذ. دونك هذا غير واحد الاخر ركزت عليه باش تفهمو مزيان دوك التيديات اللي كتخدمو. دونك نتمنى يكون هذا الشيء واضح، وغادي نبداو مع اول ديفينيسيون عندنا في هذا الكور هذا اللي هي المينيرال. دونك المينيرال هو واحد التويشيه كتكون صلبه وناتشورال طبيعيه، كتكون لي من ذرات وجزيئات كيتم التحديد ديالها وفق بعض المعايير بحال التركيب الكيميائي والتركيب الذري اللي هو النظام بيلوري سيستم كريستالا. وما درت لكم هنا واحد الزوج ديال لي زيكزامبل ديال هاد المينيرال هادو باش تتضح شويه الفكره. بعد غادي نتطرقوا لهذا الشيء بزاف اون ديتاي في لي طرافو براتيك، نشوفوا واحد لونسومبل ديال لي مينيرو اللي غادي تقراو عليهم. دونك هنا خدينا واحد ليكزامبل ديال لاغاليت باش تضح لنا ديك لا كومبوزيسيون شيميك ديالو. دونك هي ان اس ال، ان اس ال هي لا كومبوزيسيون شيميك ديال لاغاليت. دونك هما لي شيما ديال لاغاليت باش تعرفوهم. دابا غادي نمشيو لواحد البارتي اخرى اللي كنتعرفو فيها لي مينيرو واش كيكونوا ايزومورف ولا بوليمورف. وهنا ان شاء الله الى كتبوا طرقنا للتيديات غادي نديطيو في هذا البلان هذا من خلال بعض التمارين ديال لي تيدي. دونك هنا كنقولوا ان كيكون عندي واحد السيغي ديال لي مينيرو كنسميه ايزومورف من كتكون عندي لا ميم ستريكتور كريستالا، مي لا كومبوزيسيون شيميك كتكون عندي ديفيرونت كومبوزيسيون شيميك بحال ليكزامبل اللي درنا قبيله باش قلت لكم لاليت الكومبوزيسيون شيميك ديالو هي ان اس ال. بالنسبه للصيغه ديال لي مينيرو من كتكون عندي كنسميها بوليمورف، من كيكون عندي لا ميم كومبوزيسيون شيميك بصح دوك لي سيستم كريستالان كيكون ديفيرونت. دونك هذا هو الفرق بيناتهم، وهادو كيتحطوا ديما في لي زيكزام. تقدر يقول لك يعطيني لا ديفينيسيون ديالو ولا يعطيك بعد لي مينيرو يقول لك بعد لي سيري ديال لي مينيرو يقول لك يعطيني لي مينيرو ايزومورف والبوليمورف من هادو. دابا نمشيو للكلاسيفيكاسيون ديال هاد لي مينيرو هادو كيفاش كنديرو نكلاسيوهم. كنعتمدو على واحد الطابلو. دونك هاد الطابلو هذا كان نعتمد فيه على واحد التنظيم اللي كان نديروه بتمنية ديال لي برانسيب كلاس. دونك اول جروب عندي هو ليليمون ناتيف، دونك يكون فيه الاور، يكون فيه الذهب لارجون، كيكون فيه الكويفر ديامون. دونك هادو خصني نكون ضابطهم لا فورميل ديالهم حتى هما، هادو خصهم يتحفظوا. عندي جروب تاني ديال لي زوكسيد، لي زوكسيد هما اللي كتكون عندهم في التالي كتكون عندهم ديك او 3 او 4. بالنسبه للسيلفور هو اللي كتكون فيه ديك الاس ولا اس 2 جينيرال مو اس. عندي كذلك السلفات، السلفات هو اللي كتكون فيه اس او في التالي ديال الفورميل. عندي الكربونات اللي كتكون فيه سي او 3، عندي السيليكات كتكون اس اي او، عندي لي هالوجينور حتى هادو خصني نكون حافظهم. هادو كاينين ديال ان ا سي ال وديك سي ا اف 2 وكاين الكاس ال. عندي لي هيدروكسيد هما اللي كتكون عندهم في التالي ديال الفورميل شيميك ديالهم الاو اش. دونك هاد الطابلو هذا خصني نكون ضابطو مزيان حيت حتى هو 99% كيتحط في لي زيكزام، هذا الا ما كيتحطش في النورمال كيتحط في الراتراباج. دونك هاد الطابلو خصني نكون ضابطو تفهمي
وهذا الشيء كما قلنا ما يخليكمش الا طرقنا ان شاء الله للتدريس، غادي تبان الفكره غادي تسهل. دابا نمشيو لي بروسيس ديال الفورماسيون ديال لي مينيرو، يعني كيفاش كيتكونوا هاد المعادن هادو. دونك عندي 4 ديال المراحل اللي هما اساسيين، ولا 4 ديال لي بروسيسوس. دونك اول بروسيسوس عندي هو كريستاليزاسيون ديال دان ليكيد باغ فخواديسمون، اللي كيكون عندي الباساج ديال من ليطا ليكيد حتى ليطا سوليد. عندي عطاني ليكزومبل ديال الانتقال نتاع المو نتاع الباساج ديال لو لا غلاس، الانتقال نتاع المو للجليد، والكريستاليزاسيون تبلور ديال عن طريق ديك الصهارة تاع البركان. دونك باش نبسطو هاد المصطلح نتاع كريستاليزاسيون اللي هو التبلور، دونك هو واحد الحالة اللي كتكون فيها ديك المادة كتجمع لي الذرات نتاعها ولا الجزيئات باش يشكلوا لي واحد الشكل معين، بحال الانتقال ديال من الحالة السائلة ديال الماء، الزقرعة تكون سائلة نديرها في الفريجيدا، من تخرج كتولي صلبة، هذيك هي تابلور، يعني كتنتقل لي من واحد الحالة سائلة لواحد الحالة صلبة. دونك دوك الجزيئات والذرات كيتجمعو وكيكونو لي واحد الشكل محدد. دونك حتى هنا خصكم تحفظوا هاد التويشيات هادو بلي زيكزامبل ديالهم، لحقاش كيقولك عطيني واحد البروسيس، ولا انت من خلال المعطيات كتخرج كتقول له البروسيس اللي كاين تما وكيقولك عطيني شي اكزامبل. ما هنا راه عندنا زوج ديال لي زيكزامبل، تاخد غير واحد. بالنسبه للبروسيس الثاني هو البريسيبيتاسيون شيميك، الترسب الكيميائي، قالك ابارتير دون سوليسيون سيغ ساتوري، واحد المحلول مفرغ تشبع فيما يتعلق بالمعادن بابا ان مينيرال. عطانا دي زيكزامبل لا فورماسيون ديال لا فورماسيون دي زاغاد، عندي لا فورماسيون ديال لي دي بو ديال لي كافيرن اللي هما دوك الرواسب اللي كيكونوا في الكهوف. عندي اخر اكزومبل لي مينيرو دو لا سيكونس اي ايفا بوريتيك، دوك المعادن اللي كيتشكلوا لي عن طريق التبخر. عندي الحالة الثالثة اللي هي الكريستاليزاسيون دو فابور، تبلور ديال البخار. عطينا ليكزومبل ديال الكبريت اللي كيكون على ديك الفواهة ديال البركان، كيكون في واحد الحالة ديال البخار وكيطلع لي مع ديك الفواهة ديال البركان كيترسب. ليكزومبل ديال الكبريت. واخر بروسيس عندنا هو لا ترانسفورماسيون، اللي هو التحويل، او لا نقدر نسميوه ريكريستاليزاسيون. رد البال مع ريكريستاليزاسيون، راه كاين فرق ما بين كريستاليزاسيون و ريكريستاليزاسيون. كريستاليزاسيون قلنا عليها قبيله هي التبلور، ريكريستاليزاسيون هي اعاده البلور. ممكن نولي ندير داك التبلور نولي نعاودو من جديد، كتكون عندي واحد التبلور ونولي ندير له اعاده اخرى، يعني ندير واحد تحويل لدوك المعادن اللي كانت باللوريا من قبل، نعطيها واحد الشكل مختلف على الاصل نتاعها. عندي هنا ليكزامبل ديال كريستاليزاسيون ميتامورفيك. دابا غادي ندخلو لي شابيتر ديال لي روش. دونك قالك عندي واحد التصنيف ديال ثلاثة ديال العائلات الرئيسية ديال لي روش تاع الصخور. عندي أول تصنيف هو لي روش سيديمونتير، دونك هو واحد التشكل ديال الصخور الرسوبية اللي كتكون في لاسيرفاس ديال لاتير، كتشكل على السطح ديال الأرض، وبالتالي كنسميها روش اكزوجين،
صخورة خارجية. عندنا العائلة الثانية اللي هي لي غوش ماغماتيك، لي غوش نتاع الماغما، داكشي ديال البركان. عندي آخر فامي هي لي غوش ميتامورفيك، الصخور المتحولة. دونك هاد لي غوش ماغماتيك و لي غوش ميتامورفيك اللي هما الصخور المتحولة ودوك البركانية ولا النارية. دونك كيتم الإنشاء ديالهم في العمق، دونك بالتالي كنطلقو عليهم هاد الزوج أنواع، كنطلقو عليهم السمية ديال لي غوش أونطوجين، يعني صخور داخلية. وغادي نتطرقو لكل وحدة بالديتاي، وغادي نبداو مع لي غوش ماغماتيك. دونك الصخور البركانية كتفورمالي في بارتيغ دو ماغما، الصهارة عن طريق الصهارة. دونك الصهارة هي واحد المزيج ديال البلورات والسوائل والغازات اللي كتكون في واحد البركان. دونك الصهارة هذه بداتها هي اللي كتشكل من واحد الذوبان اللي كيكون في دوك الطبقات، بعض الطبقات الأرضية في واحد المستويات مختلفة. دونك وبالتالي هاد الماغما هذه من كتبرد دونك كتبلور وكتشكل لي ما يسمى بليغوش ماغماتيك. كاين عندي واحد العامل الاساسي اللي كيحدد لي الشكل اللي غادي تكون عليه هاد لاغوش هادي، بحيث منين كطلع الماغما بالزربة غادي تشكل لي واحد النوع محدد ديال الصخور، على العكس منين كتطلع غير بشوية كتكون واحد لاغوش اخرى، يعني عندها دي مكونات بوحدها، يعني كل وحدة والمكونات ديالها. دونك هذا التبلور هذا اللي كيكون بواحد الطريقه سريعه او لا بطيئه كيلعب واحد الدور، او لا نقدر نقول عليه عامل مهم في التصنيف الهيكلي ديال هذا الصخور هذا. احنا دابا وصلنا لداكشي اللي هضرنا عليه من قبل ديال الهيكل نتاع هاد لاغوش هذا كي كنسميه. دونك هنا عندي ثلاثه ديال المستويات الهيكليه رئيسيه، ودائما راح نعاد باقيين في لي غوش ماغماتيك. دونك اول حاجه مين كيكون عندي واحد لاغوش، واحد الصخره كتبلور بواحد الطريقه بطيئه، يعني كتكون في العمق اون بروفوندور، انا كنسميها صخور بلوتونيك، غوش بلوتونيك، غوش ماغماتيك بلوتونيك، صخور جوفية. من كتكون عندي واحد الصخرة بلورات بواحد السرعة كبيرة، لا غير بواحد السرعة محددة، وكتكون في السيرفاس في السطح، انا كنسميها غوش فولكانيك، غوش ماغماتيك فولكانيك ولا غوش فولكانيك ديريكت. عندي الحالة الثالثة من كيكون واحد التبلور بلي او موان رابيدمون، دونك هنا كتكون في واحد المستويات متوسطة، يعني ما في البروفوندور ما في السيرفاس، كتكون بيناتهم. دونك هنا كنسميها غوش انترميديا، صخور وسيطة، يعني ما بين الجوفية وما بين البركانية. دونك باش ما نبقاش نعاود هاد الكلمة هادي بزاف، كاع هادشي اللي كتشوفوه دابا، هاد لي غوش، هاد التخربيق هذا كامل راه كيتعاود في ليكزيكزون، لان انا اختاريت لكم هنا غير الصوالح اللي يركز عليهم البروف في ليكزيكزون. بحال دابا هادشي اللي درناه قبل، يقدر يقول لك عندي واحد الصخره الكريستالي تكريستالات في واحد البروفوندور كي سميتها كي كنسميوها لاغوش، عندي عاوتاني واحد لاغوش تكريستاليزات في واحد سيرفاس كي نسميوها لاغوش، يقول لك عاوتاني. المهم بقي لعب لك غير بهاد المصطلحات.
مصطلحات هكذا. تقدر يقول لك عطيني تعاريف، عطيني لا روش ماغماتيك لا ديفينيسيون ديالها، يقول لك عطيني عاوتاني لا ديفينيسيون ديال لا روش بليتونيك، لا روش فولكانيك الى غير ذلك. دونك هادشي انت خصك تكون ضابطه. صافي، بالنسبه للتيب الثاني اللي عندي اللي هما لي روش بليتونيك، دابا سالينا مع لي روش ماغماتيك، دابا ندخلو لي روش بليتونيك. لي روش بليتونيك اللي هما الصخور الجوفيه، دونك تكون عندي واحد الصعود ديال الصهاره اللي قلنا عليها هي الماغما في واحد في القشره. دونك هاد الصعود كيكون بطيء، بحيث كيحدث كيكون عندي واحد التبلور ديال الصخور، كتبلور على خاطرها قشره طالعه غير بلاتي. هنا كتشكل لي واحد الصخور كتكون محببة، كيكون فيها عن طريق هذا التحبب هذا من كيجي عن طريق دوك المعادن اللي تلاقات معاهم وهي طالعة. ملي كتكون طالعة كتبقى تحس معاها دوك المعادن اللي كيكونوا في الجنب ديالها، وكتبقى تدوبهم، كتبقى تعطيها واحد نسيج محبب. وهنا كنقولوا ان كيكون عندها واحد تبلور تاع الصخور في العمق، كيكون عندها واحد تبلور في العمق، وكتطلع لي للسيرفاس ديال لا تيغ عن طريق بعض لي فينومين، بعض الظواهر اللي كنسميوهم ليزوستاتيك، ايزوستاتيك ماشي ايزوستاتيك، ايزوستاتيك. عندنا دابا لي غوش فولكانيك، الصخور البركانية. دونك في الحالة ديال الصخور البركانية، هاد الصهارة اللي هي الماغما كتوصل في واحد الحالة سائلة إلى حد ما إلى السطح. هنا كنقول راه عندي واحد الحمام بركانية، اون بارل دو لاف ياك. هاد الحمام البركانية هما اللي كيشكلوا لي البراكين. دونك كطلع من باطن الارض كتبقى تشكل لي واحد البركان. هنا كيكون عندي لوفخواديسمون رابيد، التبريد كيكون سريع، وما كيكونش الوقت الكافي لدوك المعادن باش يتكريستالو باش يتبلورو. هنا كنقولو راه عندي واحد التبلور جزئي، كريستاليزاسيون بارسيال ياك. دائما كتكون في هذا لي تيب ديال الصخور كتكون الكمية، واحد الكمية من الزجاج اللي هي واحد المادة غير متبلورة في هاد لي غوش هادو. وهنا كنقول بلي راه عندي واحد التكستشر ميكروليتيك. دابا غادي نمشيو للتيب ديال لي غوش انترميديا اللي هو الصخور الوسيطة. بالنسبة لي واش انترميديا، كيكون عندي واحد الصعود ديال الصهارة سريع نسبيا، ولكن الصهارة كتكون في الحالة السائلة وما كتوصلش للسيرفاس، ما كتوصلش للسطح، كتبقى دائما لتحت، تبقى دائما لتحت وما كتوصلش للسيرفاس. دونك عندي بالنسبة للتبلور ديال هاد الصخور كيكون كلي، ومع ذلك كتكون الحبيبات دوك الحبيبات المعدنية كيكونوا صغار بزاف. دونك هنا كنقول عندي واحد تكستور ميكرو غروني، نسيج دقيق الحبيبات ياك. وبالنسبة لكيفاش كيحدث التبلور، او لا كما قلنا من قبل التبلور يعني نقدروا نعتبرها ترسب ديال هاد الصهارة هذه، كيفاش كيكون عن طريق الدخول في واحد التهريسات اللي كيكونوا في الصخور اللي هداها او الشقوق. دونك كتدخل لي تما ديك الصهارة وكتبرد وكتعطيني واحد التشكل ديال واحد الصخرة معينة. دونك في جميع الاحوال كتكون لي هاد النوع ديال الصخور الوسيطة اللي هي لي غوش انترميديا، كتكون على واحد الشكل ديال عروق او لا شعيرات. علاش؟ حيت كتدخل كما قلنا في غير في دوك التهريسات نتاع الحشر اللي حداها.
دونك هذه هي واحد الشيما كتوضح لي داك الشيء اللي قلنا من قبل. دونك هي ديك البلاصه فين كيتشكلوا لي دوك لي غوش انترميديا، هاد البلاصه صغيره كتدخل معاها هذيك الماغما، دونك تما فين كتبدا كتعطيني واحد النوع ديال الصخور معين. دابا غادي نشوفو لي غوش ميتامورفيك اللي هما الصخور المتحولة، ونبدأ مع أول حاجة شنو هو ميتامورفيزم. دونك لو ميتامورفيزم هو تحول، واحد لونسومبل ديال لو كريستاليزاسيون، واحد المجموعة من عمليات إعادة التبلور أو لا التشوه، اي دي ديفورماسيون اللي كتكون في واحد ليطا سوليد في حالة صلبة، وكتخضع لها الصخور اللي كتكون موجودة مسبقا، إما كتكون صخور بركانية ولا صخور رسوبية تحت واحد التأثير اللي كيكون مشترك ما بين الضغط ودرجة الحرارة. دونك هادو هما العوامل ديال التحول. حتى هاد التويشي هادي رد لها البال مزيان، إلا قالك عطيني لي فاكتور ميتامورفيزم يقول له كاين لا بريسيون و لا تمبيراتور، وهاد لي غوش اللي كتكون ناتجة عن هذا التحول كنسميوها بلي غوش ميتامورفيك، الصخور المتحولة. دونك هي كيما قلنا مسبقا لي فاكتور ديال الميتامورفيزم، عوامل ديال التحول عندنا لا بريسيون لا تمبيراتور الضغط ودرجة الحرارة، ومن العوامل لي فاكتور فيزيك العوامل الفيزيائية اللي كتحكم لي في العملية ديال التحول. بالنسبة للأنواع نتاع لي ميتامورفيك، الميتامورفيزم ديما كيكون غير العامل هو الحرارة، أنا كنقول راه عندي ميتامورفيزم تيرميك أو لا ميتامورفيزم دو كونتاكت. من كيكون عندي لا بريسيون و لا تمبيراتور الضغط ودرجة الحرارة، هنا كنقول بلي راه عندي واحد لا ميتامورفيزم ريجيونال. دونك بالنسبة للميتامورفيزم دو كونتاكت غادي نعطي واحد المثال اللي هو ساهل. دونك ملي كتكون طالعة لي واحد الماغما من تحت الأرض، مع داك الطلعة نتاعها كتكون كتقيس لي غوش، دونك هداك التماس اللي كيكون ما بين الماغما و لا غوش باش تقبلنا الأرض وتطلع، دونك هداك هو ميتامورفيزم دو كونتاكت. ممكن يكون عندي واحد التحول عن طريق الحرارة، ديك الحرارة كتبقى تدوب لداك الطبقة ديال الأرض وكتبقى تطلع. دونك هاد الصخور هادو اللي تحولات بهاد الطريقة كنسميوهم كورنيان. دونك هاد لي كورنيان هادو هما واحد لي غوش اللي كيتميزو لي بواحد القوام كيكون حبيبي، داكشي علاش كنسميوها تكستور نون اورينتي، باش كتكون محببة كتكونش اورينتي. دونك ميتامورفيزم ريجيونال كيما قلنا من قبل ناتج عن الزيادة في درجة الحرارة والضغط، دونك هادو هما العوامل الرئيسية ديالو. كيميز لي دوك السلاسل اللي كتكون مطوية ولا منطوية. دونك هنا كيكون عندي كلما زاد لي فاكتور ديال الميتامورفيزم كلما زاد كبر، و بلي لا ترانسفورماسيون اللي هما التحولات المعدنية والهيكلية كتزيد. وهاد لي موديفيكاسيون ستريكتورال، هاد التعديلات الهيكلية كتعطيني ما يسمى بالشيستوزيتي، هما الحدود ديال الانشقاقات. بالنسبة للطب ديال ترانسفورماسيون مينيرولوجيك اللي هي التحول نتاع المعادن، هنا أثناء التحول كتخضع لي الصخور الأصلية، إما كتكون عندي سيديمونتير أو لا ماغماتيك أو لا ميتامورفيك رسوبية ولا صخورية ولا متحولة، كتحدث عليها واحد التعديلات معدنية بحيث كيتم التدمير ديال دوك المعادن اللي كانوا قدام موجودة مسبقا، وكتولي غير مستقرة في ظل الظروف الجديدة. دونك كتشكل لي معادن جديدة كتولي مستقرة وكتسمى بلاست سوفورم. دونك الظاهرة اللي كتولي تبان بها
البلورات الجديدة، كان نسميها بروكريستاليزاسيون، هي إعادة التبلور. دونك احنا كنا هضرنا عليها ديجا. بالنسبة لطا ديال الترانسفورماسيون ستريكتورال، التحولات الهيكلية، أن أثناء هذا التحول هذا كيتم، دونك أثناء هذا التحول هذا كيتم تسجيل بعض التشوهات اللي كتكون ميكانيكية، كتكون ناتجة بواحد الشكل رئيسي عن زيادة ديال الضغط في الصخور. دونك كتعطيني واحد الشكل ديال بعض الهياكل كتكون متوازية وكيكون منحوظ. هنا كنقولو اللي راه عندي كنسميوها باللي كنسميوها الشيستوزيتي. دونك من خلال الاعتماد على الشدة ديال التحول ديال لونتونسيتي دو ميتامورفيزم و الكومبيتونس الكفاءة ديال لاخوشمير اللي هي الصخرة المصدر، ولا نقدر نقول اللي هي الصخرة الأم، كيمكننا نميزو ثلاثة ديال الأنواع الرئيسية ديال لي شيستوزيتي. كاين عندي شيستوزيتي دي فراكتور، كاين شيستوزيتي دو فلو، وكاين شيستوزيتي دو كرينولاسيون. دونك هي كل شيستوزيتي والشيما ديالها باش توضح الفكرة مزيان. دونك هي واحد الشيما اخرى عاوتاني كومون بتي ريزومي على دوك لي غوش لي درناهم، سوا ماغماتيك سوا ميتامورفيك ولا سيديمونتير. دونك هي كل وحدة فين كتكون، واش كتكون في السيرفاس ولا في بروفوندور، المهم هاد الشيما كتوضح كلشي. كذلك واحد السيكل جيولوجيك اللي تقدر حتى هي تحط تكون ضابطها حتى هي. وندخلو دابا لبارتي ديال السيسمولوجي. دونك السيسمولوجي هو واحد العلم ديال الزلازل، والغرض ديالو عنده واحد زوج ديال دو شقين. دونك الغرض الاول هو التنبؤ بالزلزال، واخا ما كتعرفش ما كتوقعش يعني الزمن المحدد نيت يعني بالضبط، دونك كي كتكون تقريبيه لحد الان مازال ما كاين شي ميثود باش تعرف الحاله ديال وقوع الزلزال في يعني في الساعه كذا ولا في النهار كذا، يعني كيكون داكشي غير تقريبي. عندنا الشق الثاني هو الدراسة ديال البنية تاع الكرة الأرضية والديناميك نتاعها. دي انسيزم اللي هو الزلزال، هو واحد الحركة كتكون ناتجة عن الأرض ناتجة عن وصول بعض الموجات اللي كنسميوها موجات زلزالية، اللي كتنتقل إلى الكرة الأرضية من واحد النقطة كنسميوها ليبيسونتر ولا الفويي، هي البؤرة. دونك ليبيسونتر اللي هو مركز الزلزال هو واحد النقطة كتكون موجودة على الكرة الأرضية، وكتكون فيرتيكال على الفويي اللي هي البؤرة، حيث كيكون الزلزال في أقصى درجاته. دي لا ديستانس ايبيسونترال، المساحة المركزية كومان ديفينيسيون، هي واحد المسافة اللي كتفصل لي المركز نتاع الزلزال مع المحطة اللي كيكون اللي كيتم فيها القياس. دونك في المسافات الصغيرة كنعطيوها بالكيلومترات والدرجات، المسافة الطويلة دونك واحد الدرجة كتعطيك كتساوي 111 كيلومتر. دونك لي سيزم نزيدوها لداك التعريف اللي كنا درناه قبل، هو واحد من اصل طبيعي، الزلزال هو اصل طبيعي، وكتكون ناتجة عن بعض الضغوط الميكانيكية بحال الديبلاسمون ديال الماغما ولا واحد التداخل ديال واحد الصفيحتين ولا جزئين. دونك كينتج عليه واحد الارتداد وكيعطيني واحد الموجة ما يؤدي الى زلزال. دونك واحد ليكزامبل ديال سيسموغراف هنا كيتعطى تاع هاد الشيما في لي زيكزام، بعد غادي نشوفو اون ديتاي. دابا هادي غير الموجات، دونك كيما قلنا هادي واحد
الشيماغي ديال لي زوند هي الاولى زوند بي زوند اس والال. هنا غادي نشوفو بعض لي كالكول اللي كنستعملوهم في ليتود ديال السيزم بحال الاخر. الكالكول الاولى هي كالكول ديال الماغنيتيود. دونك باش نحسبو كنستعملو هاد العلاقه ام ايكال لوغ ديال ا بلس اف ديال الدلتا، بحيث ديك الا هي لامبليتود، هي امبليتود ماكسيمال كتكون بالمليمتر، السعه القصويه بالمليمتر. ديك اف ديال الدلتا هي واحد العامل ديال التصحيح كيعتمد على لا ديستانس ايبي سنترال، المسافه المركزيه. وبالنسبه للكالكول الثانيه اللي عندنا هي بور كالكولي لينيرجي ليبيري بار ان سيزم. دونك كنستعملو كنديرو اللوغ ديال كتكون بالجول، كتعطيني 4.8 زائد 1.5، كنضربها في الماغنيتيود اللي كنت ديجا حسبتها عندي. كذلك باش نديتيرميني لي بيسونتر، دونك كنستعمل واحد الميثود ديال لي سيركل لي مبات هي غادي نشوفوها ان شاء الله. وكنستعملو هاد ممكن نطلقو من هاد لي طون داريفي ديال لونت كنديروها ايكالا تي بي ايكالا تي زيرو بلس دي سور في بي. عندي كذلك طون داريفي ديال لوند اس كنديرو تي اس ايكالا تي زيرو بلس دي سور في اس، بحيث ديك دي كبيرة هي لا ديستانس اي بي سنترال، تي زيرو طون لو طون اوريجين. عندي ديك في بي هي لا فيتيس ديال لوند بي، VS هي لا فيتاس ديال لوند اس. دونك من خلال دوك لي غولاسيون لي درنا كنديرو تي اس موان تي بي ايكالا دي سور في اس موان دي سور في بي، كتعطينا دي ايكالا تي اس موان تي بي. المهم كيبقى غير تطبيق عددي ديمونطراسيون ديال لاماط وصافي. دونك بالنسبة للميثود كيفاش كنديرو نلقاوها، كنستعملو كيما قلنا دي سيركل. كناخدو ستاسيون الأولى كنديرو لها السيكل نتاعها، كناخدو كذلك ستاسيون تانية ستاسيون تالتة، ومن بعد ديك البلاصة فين كيتلاقاو لي سيركل في طروا كناخد ديك النقطة هاديك هي لي بيسونتر. صافي هادشي مكان، وان شاء الله نزيد نفهم اكثر في التيديات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.